عبد الله الجمعه، حمدي النقاز بيلعب عرضيه، وادي لمسه رائعه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الكلام، ويا عيني على اجمل الاجوان من عماد فتحي. الثالثه ثابته من حمدي النقاز، كوره فرس طايمه على طول، لا تصد ولا ترد، تحرك الشباك وتحرك الحناجر اللي موجوده في ملعب القاهره الدولي، علشان عماد فتحي يعلن في الدقيقه 9 عن السهم الزملكاوي الابيض. ولكن بص شوف الحكايه، ادي النقاز وادي القادم من الخلف للامام.